السلام عليكم وتحية رجوي لأي رجوي كاين في العالم كامل. تنتمنى لكم الخير والتيسير كيف ديما. اليوم ان شاء الله جينا نديو على واحد من الخريطة، خرج بواحد الفيديو اللي خطير وخطير جدا في هذا الوقت اللي الراجا ربحت جوج ماتشات متابعين. كان شوية ديال الأداء وكنا كاملين فرحانين. اليوم هذا من الخريطة عصبني واستفزني، وغادي تسمعوا تنتوما هذا الفيديو هذا اللي صراحة تضر في الخاطر. شاف هذا الوقت بالذات اللي الراجا تدير النتائج، علاش؟ لانه هذا شيء تسمى ضغط. هذا المنخرط هذا راه معروف حتى هو راه حاج. باش نقربكم وغتسمعوا هذا الفيديو من صوته غتعرفوه. هذا هو من الناس اللي ما تيبغوش الراجا تربح باش يكون هو عنده الحق. الراجا الا ربحات الرئيس هو اللي عنده الحق، وهو ما بقاش ياكل من الراجا. وباش نزيد نقربكم لهذا خونا، هذا راه سمسار سمسار تيجيب الكرارس وتيستافد من الراجا. دابا فاش ما بقاش يستافد من الراجا والراجا بدات تربح، قال هدا خصني نوقف هذا الرئيس، حيت الرئيس غيبدا يزيان قدام العينين ديال الجمهور. غادي نخليكم تسمعوا هذا خونا هذا، وغنبغيكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يعرف بلي حنا عقنا به. شحال من مرة تخرج بواحد الفيديو هكا وتتورق؟ انت خرجتي في واحد الوقت اللي الراجا بدات تلقى الايقاع ديالها، وبغيتي تضغط على الراجا وبغيتيها تخسر باش انت يكون عندك الحق، باش اللعاب اللي تجيب انت هما اللي مزيانين، حيت مابقيتي تستافد من الراجا وليتي تخرج وباغي تضغط على الراجا. ولكن عقنا بيك. والرئيس البدراوي ما طب لي ما والو، ولكن خدم ودار شي حوايج اللي ما درتوش نتوما كاملين. وهذا الشيء ما غاديش يبان دابا، غادي يبان من بعد، غادي يبان من بعد. لان نتوما هذيك اللي تيجي اللي تتخلصوا دابا، وهذوك اللعابه اللي ما تخلصوش، وبزاف ديال الامور اللي ما دارتش حتى من الوزيز ما عمرو تتخدم، تجي انت حتى اليوم تقول لك الوزيز ما خدموش، ترد للرئيس اللي كذاب. راه نتوما اللي ما خلصتوش اللعابه اللي كانوا اليبوك، وانتوما اللي خرجتوا على الراجا فسد عليكم الروبيني وما خلاكمش منين دوزو. جيتو دابا فاش الراجا بدات تربح خرجتوا ليه من الجن، ولكن حنا غنخرجوا لكم من الجن. بارطاجيو الخوت هذا الفيديو، لان اي راجوي حر ديال بصح غيتاكد من هذا الفيديو اللي غتشوفوا دابا بلي هادو هما اللي كانوا خارجين على الراجا. غنخليكم مع الفيديو الخوت، ونتمنى لكم الخير والتيسير وديما راجا. اخوان هذا الراي قال لك الكار تخرج الكار، قال لك دفعت فيه 50% في نواد الكار الله اعلم، قال لك غادي نصاب الوزيز الاسبوع الاول، جاب داك يدور كيمثل على عباد الله ويتصور ويدير بوزا ويدور هنا غنصوب. راه الحاله ديالو كلشي راه مكرفس، ما صاب حتى حاجه، ما صاب لا اداره، ما صاب لا بيروات، ما صاب لا مراحيض، ما صاب حتى تيرانات. انا غندير غنفعل غنترك غنصوبو من الشركات ديالي، البرنامج ديالو كله كذوب. وهذيك الاخرى تيزيده فيك تضحك عنا هي وياه، هز هذاك التيو الدور به، ما عرفنا واش كتسقي جرده ولا كتهضر الصحفي ولا جاردينيه، والله ما عرفتها. هز هذاك القرقاش عداد وتهضر به، فهمتيني؟ وحشومه كيضحكوا عنا بجوجهم، عيب عيب. صحفيه كل ساعه ساكنه عنده، غدا عنده، جايه عنده، فرجه معاه، هابطه معاه، باركه حداه. علاش هذا الدراجه شوهنا هذا الرئيس؟ والله الا شوهنا قزداب بو مع قزداب بوه، والله الا عيب بالله. في الاخر عطيه 300 درهم كضحك على الوقت، 300 درهم ديالاش حشومه وعيب، والله الا حشومه وعيب 300 درهم. قال لك انا غنصوب التيران، برك عندنا بالكذوب. واكبر كذاب على وجه الارض هو هذا الرئيس اللي شفنا في تاريخ الراجا، دازوا جميع الرؤساء، عمر شي رئيس كذب بحال هذا السيد. واش كيصحاب الرجاوين حمير ولا كيضحك عليهم ولا بغى يردهم حمير ولا كيتحمرن عليهم ولا ما فهمتش انايا؟ واش هاد السيد كيتحب راسو؟ واش عايش في عالم اخر؟ راه واقيلا ما عايش مع العالم ديالنا، حنا راه ما غاديش معانا، راه واقيلا شاد غرينيتش هذاك. ما فهمتش انايا، والله ما فهمت. الكذوب، انا غنصوب التيران، انا غنصوب هنا، انا غنبلبلها، انا غندير. هذا فينا جاب لي فان كونترا، هما اللي جاب اللعابه كلهم لي فان كونترا، جاو ليبرن، فهمتيني؟ الله اكبر. ودابا باغي يجيب هذاك الرفولي ديال الجيش، ذاك اللعاب
اللي كان محطوط عند برشيد ودوه من عند برشيد وما بقاش لعبوه، رجع يدير عندنا الفورما باغي يجيبو. دابا داك النهار كيعرف الوردي، ها الوردي بغى يسدي لي، فهمتيني؟ ما فهمنا والو من هادشي كامل. هذا الرئيس الا ما نطوش ليه وقفتو كنتو رجال، فهمتيني؟ هذا راه ما خصناش حنا نمنعو يدخل لمحمد الخامس، اقسم لك بالله وكانوا رجال يا تنحبسوه والله لا دخل لمحمد الخامس يا تنجرو عليه من محمد الخامس. ولكن ما جاش الوقت ديال التصغر ووقت الرجاوي اللي كانوا بحال هذا، والله ما يبقى في الرجا سيمانه ما يبقاش قسما بالله. ولكن سي دوماج حشومه. احنا سمعناك واحنا عقنا بك، سمعناك وعقنا بك، عقنا بك. شنو زعما باش تفصل لينا ولا تدو مع المنخرطين اللي غيساعدوك تدو معاهم باش توقفوا على حدو؟ شوف الا كان شي واحد اللي غيخرج داك الرئيس هو الجمهور، الا حنا ما بغيناش حنا اللي جبناه حنا اللي غادي نقولوا ليه بسلامه، الا ما دار والو حنا اللي غادي نقولوا ليه بسلامه، حيت حنا اللي عارفين المصلحه ديال الراجا وحنا اللي تنساهموا مع الراجا. اما بحالكم تتبغوا تستافدوا من الراجا وما تتهمكمش الراجا، وكل شيء باين، كل شيء باين. الراجا معانا وديما راجا. بارطاجيو الخوت. Peace. مع السلامة.